ما يخص قطاع العدالة اليوم في هناك ائتلاف ما بين متنفذين في مجلس القضاء ومتنفذين في السلطة القضائية ومتنفذين حول الرئيس أبو مازن، تمام، يريدون كل هاي القرارات، كل هاي يعني اللي هي اليوم مفصلة زي ما بيقولوها على القد بالضبط، يعني لا تحمي اليوم أشخاص بالسلطة التنفيذية، لا تحمي أشخاص موجودين بالسلطة، لا تضيق أكثر على الصحفيين زي قانون كمان قانون الجرائم الإلكترونية اللي سيء الذكر، واللي يعني كمان كان ما زال لليوم هناك احتجاجات عليه، وما زال بسببه هناك العديد من وسائل الإعلام اللي محظورة بموجب هذا القانون، وتم نعم إقرار هذا القانون اليوم بموجب هذا القانون. اليوم كمان حتى هناك تضييقات أخرى ضد النشطاء والصحفيين كمان بشكل خاص من خلال استخدام المواد المرئية أمام بالتعديلات الجديدة وغيرها من كل هاي لا التعديلات بدنا الموجودة. نفهمها أكثر، كيف التضييق على الصحفيين حيكون أو على النشطاء من خلال هاي التعديلات؟ هاي التعديلات اليوم في موادها بتسمح للقضاة لأنهم يأخذوا بهاي المواد اللي هي بتتعلق بالتكنولوجيا الجديدة المرئية والمسموعة والمكتوبة وعلى يعني كل وسائل النشر سواء التكنولوجية. قبل هاي التعديلات على القانون الحالي الإثبات بموجب هاي المنشورات وبموجب هاي المواد يعني هو ليس في مكانه، مش في محله، مش دليل واضح لإدانة الأشخاص الصحفيين.